بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المثنى عبدات من مدونة geek.com. الموضوع نظرة سريعة على أندرويد مارشميلو النسخة التجريبية الثالثة. طبعا هذا أندرويد 6.0، آخر نظام كان من أندرويد أندرويد اللولي بوب، نزل بعده أندرويد إم النسخة التجريبية الأولى، بعدين أندرويد إم النسخة التجريبية الثانية، وهذه النسخة التجريبية الثالثة واللي أعلنت عنها جوجل أمس أو قبل أمس. أعلنت عن الاسم أندرويد مارشميلو. هذه النسخة حاليا متوفرة على أجهزة نكسس فقط، نكسس 5 اللي هو إصدار 2013 ونكسس 6 2014 وبقية الأجهزة نكسس برير ونكسس 9 التابلت وما إلى آخره. طبعا الأجهزة الأخرى مثل أجهزة سامسونج اتش تي سي لسه في الطريق، بعض الأجهزة لسه ما وصلها لولي بوب، فما أدري يعني متى بالضبط حيوصلها التحديث، لكن إن شاء الله في الطريق. هذا الاقلاع الجديد او البوت انيميشن الخاص بنسخة اندرويد مارشميلو. طبعا اذا كنت انت تمتلك هاتف من هواتف نكسس، فالرابط في الاسفل في الوصف بامكانك تثبيت هذه النسخة على جوالك، اما اذا كنت تمتلك شركة اخرى فعليك الانتظار. من الاشياء الجديدة في النسخة الخلفيات، جوجل اضافت اكثر من خلفية وبدقة عالية يعني، وخلفيات جميلة أحسنت في الاختيار. الأشياء الجديدة أيضا اللانشر، لدينا اللانشر الخاص في أندرويد مارشميلو شبيه بلانشرات HTC، طبعا أفقي، ما أدري أشوف أنه اللانشر موجود على لولي بوب وقبل أيضا كتكات، وهذا أفضل من اللانشر، خاصة أنه لانشر جوجل رسمي غير قابل للتخصيص. طيب من الأشياء الجديدة في النظام، بالاستمرار على الضغط على أيقونة السيتنج عندنا خيار جديد اللي هو System UI Toner. طيب هذا الأشياء أو هذا الخيار يوفر لنا التعديل على قائمة الإعدادات السريعة أو شريط السحب، وأيضا على الشريط العلوي. طبعا لاحظ أنه بإمكاننا وضع خيار نسبة البطارية مثل الموجود في السيانجي مود، والتعديل أيضا على الكويك سيتنج مثل السيانجي مود وبقية الرومات. الخيار لسه ما هو نهائي، ففي اشياء اعلنوا عنها في المؤتمر لسه ما شفناها، يعني ممكن مع الاعلان الرسمي او الاصدار النهائي للنسخة تكون متوفرة، مثل تاب اون جو، ومثل ايضا اشياء في السيستم يو اي تورنر. طبعا الشاشة الرئيسية ما ادري، اتوقع انه على نكسس 5 ما بامكانك يعني تستخدمها، او ما بامكانك يعني تدوير الشاشة الرئيسية، وهي من الاشياء اللي اعلنوا عنها في السيستم يو اي. طيب عندنا في الديفوربر اوبشن الانكتف ابس بامكانك تفعيل او عدم تفعيل، هذا اتوقع انه متصلة مع الدوز اللي اعلنوا عنه انه يوفر البطارية من 30 الى 40% بايقاف التطبيقات اللي ما تستخدمها، يعني اعلنوا عنه في مؤتمر جوجل، فاتوقع انه هذا متواصل بنفس النظام ولسه لما يعلنوا عن الاصدار النهائي تبين. من الاشياء الجميلة ايضا الانيميشن في الجوجل ناو، لاحظ انه الشريط اللي في الاطراف الابيض يعطي جمالية للجوجل ناو. بس كانت هذه نظرة سريعة، وان شاء الله اذا نزل بشكل رسمي نستعرض بقية او نظرة مطولة على هذا النظام. يعطيكم العافية، اخوكم المثنى عبدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.